طيب نبدأ بموضوع الثالث انه your first machine learning model. نبدأ في الشرح وبعديها الاكسرسايز عليك زي ما ذكرنا. الآن بخصوص الشرح، أول حاجة تمام بدي أنا أحدد البيانات تبعتي في اللي أنا بدي أشتغل عليها. طبعا الداتا احنا شفنا كم فيها سجل، حوالي 1400 سجل صح؟ قديش عدد الأعمدة؟ كتار. احنا للتبسيط بدنا نختار يعني بيانات معينة، مش كل البيانات بدنا ناخدها عشان نشتغل عليها وبدنا نبني الموديل تبعي. طيب عشان انا احمل البيانات تبعتي طبيعة الحال import panda as bd، هذا الباث او الباث تبع الفايل، وهنا عملت read csv. في عندي هذه اللي هو data frame dot columns، ايش بتسوي؟ بتروح بترجع لي اسماء الاعمدة للداتا سيت تبعتي، فقط الاسماء تمام. فايش رجع لي؟ رجع لي انه في عندي عمود اسمه سبب، وفي عندي الادرس والرومز والتايب والبرايس الى اخره تمام، على شكل ليكس، على شكل ليست. طيب الان حكينا انه بعض الخوارزميات في عندها اشكاليه في التعامل مع الميسنج داتا تمام. طريقة التعامل مع الميسنج داتا في عندي طريقتين، يا اما اعملها دروب اشيلها تمام، والدروب بيشمل شغلتين، انه اعملها دروب، اعمل دروب للسجلات اللي فيها ميسنج فاليو، او اعمل دروب للاعمده اللي فيها ميسنج فاليو. طبعا هذا كلام بنحدده لاحقا، يعني لاحقا بنشوف كيف نعمل هاندل للميسنج داتا. فعشان هيك بشكل مبسط الان، لانه احنا بدنا نركز على بناء الموديل، ايش بدنا نسوي؟ السجلات اللي فيها ميسنج داتا بدنا نعملها دروب على مستوى السجلات. فبالتالي بروح بعمل بالبورينج داتا بتساوي مالبورينج داتا دوت دروب ان اي، دروب ان اي دروب للسجلات اللي فيها فيلدز نوت افيلبل تمام. هنا بحط الاكسس بتساوي زيرو، معنى ذلك انه انا بعمل دروب على مستوى الصفوف تمام. طيب الان بدي اختار البريدكشن تارجت. ايش التارجت اللي احنا بدنا نعمله بريدكشن؟ ايش العمود؟ السعر اللي هو البرايس تمام. دائما في الماشين ليرنينج موديل خليني اكتب لك اياها هنا، انه انت عندك الماشين ليرنينج موديل هو عباره عن انه واي اللي هو التارجت تبعي بيساوي اف اكس اف اوف الاكس. لاحظ النوتيشن هذه، واي سمول لانه عباره عن عمود واحد، والاكس كابيتال لانه عباره عن عده اعمده، يعني اكس كابيتال بتساوي اكس 1 اكس 2 اكس 3 الى اخره. والاف اكس والاف عفوا الواي تمام. هذه برضه بدي اياك تضلها عالقه في ذهنك لانه حتتكرر معنا كثير في كل المكتبات. احنا حنشتغل على مكتبه في البايثون في الـ في, الـ في المشين ليرنينج اسمها سايكت ليرن، برضه بتشتغل بنفس المفهوم. حنشتغل على تنسور فلو تبعت جوجل برضه بنفس المفهوم. انا في عندي اكس وواي، الاكس ايش بتمثل؟ الفيتشرز تبعتي كلها، والواي التارجت اللي انت بتحاول تعمل له بريدكشن، والاف اللي هي الفانكشن اللي هي عباره عن الموديل اللي انت بتحاول تبنيه. فالموديل بمعنى اخر الموديل بدنا نديله الفيتشرز عشان يطلع لي بريدكشن للواي تبعي اللي هو في الحاله تبعتنا اللي هو البرايس تمام. واضحه الامور؟ وحكينا بالنسبه للنوتيشن كمان مره باكد انه الواي سمول لانه انا في عندي عمود واحد بدي اعمله بريدكشن، والكابيتال ات از سمول لانه في عندي اكثر يعني عده اعمده اللي بتمثل الفيتشرز تبعتها تمام. طيب بدي اطلع الواي احطها على شقه لحالها، كيف بختار عمود؟
بكتب اسم الداتا فريم، اسم العمود، ايش بيرجع لي؟ array لستة فيها كل الفاليوز تبعت الاسعار بالانديسيز طبعا. تمام. فبالتالي الواي بتساوي المالبورين داتا دوت برايس. طيب الان بدنا نختار الفيتشرز. الفيتشرز تبعتي رحت حددتهم هنا، عرفت ليست اسمها مالبورين فيتشر، ورحت عرفت الفيتشرز هذه بشكل امبليسيت بشكل صريح، عفوا بشكل اكسبليسيت بشكل صريح، وما حدش يسالني ليش هذول الفيتشرز دون غير، لانه مش موضوعنا. ليش مش موضوعنا؟ لانه زي ما حكيت لك احنا بنحاول نبسط المواضيع عشان نبني اول موديل. فكم فيتشر بدنا ناخذ؟ بدنا ناخذ الرومز والباث روم، انه كم فيها باث روم، واللاند سايز، واللانجيتود واللاتيتود اللي هو خط الطول وخط العرض. بمعنى اخر ايش بدنا ناخذ؟ عدد الغرف، عدد الباث رومز اللي موجوده في الشقه، وين مساحتها، وين مكانها. بس على قد فهمي انا هاي اكثر العوامل اللي بتساهم في تحديد سعر البيت، فبدنا ناخذهم، بدناش ناخذ غيرهم الان عشان الموديل تبعه يكون بسيط، بدنا نركز على فهم الموديل. موضوع الفيتشر سيليكشنز حنجي له فيما بعد، انه كيف بدنا نختار هدول، انه هدول هم الافضل فعلا. تمام. فرحت اخترتهم. الان بدي اختار الاكس تبعتي. تمام. لاحظ الاكس هنا حطيتها كابيتال، خلاص بدك تمشي على الستاندرد. لما احكي لك ستاندرد في الكوميونتي انه امبورت باندا اس بي دي، خلاص كلنا بدنا نمشي على هذا الستاندرد. ولما احكي لك الاكس كابيتال، انت برضو كلنا بدنا نمشي على نفس الستاندرد. تمام. بتساوي الداتا فريم، وايش اديتها؟ ملبورن فيتشر اللي هي الليست هاي، هيو فتح لي اياها اللي فيها الفاليوز هدول اللي هم 1 2 3 4 5. تمام. فبالتالي اخذت لي سبست واللي هي عباره عن ايش؟ خمس اعمده. اخذ نسخه من الداتا سيت كلها، عفوا اخذ نسخه من الداتا سيت اربع اعمده منه. تمام. صارت الواي جاهزه والاكس جاهزه. تمام. بروح بعمل اكس دوت ديسكرايب، جاب لي الروم والباث روم والستاتستكس تبعت هذا الكلام بالنسبه لك صار معروف. بدك تجيب اول خمس خمس عناصر. تمام. بالهيد هدول اول خمسه. لاحظ معايا انه انت عندك 1 2 3 وين راح؟ مين يقول لي؟ في ميسنج. تمام. خمسه وين راح؟ في ميسنج بالضبط. فبالتالي انت عندك 1 2 4 6 7 خمس سجلات. يبقى الهيد بتجيب لك اول خمس سجلات، والتيل بتجيب لك اخر خمس سجلات، وممكن انت تدي باراميتر هنا تحدد عدد السجلات اللي بدك اياها. طيب نيجي لبناء الموديل. بدنا نستخدم مكتبه اسمها سايكت ليرن. انت اجيت عند النقطه المهمه. بدنا نستخدم مكتبة اسمها سايكت ليرن. سايكت ليرن هاي بدي افتح لك اياها. اسكي ليرن او سايكت ليرن ماشين ليرنينج ان بايثون، والنسخة اللي موجودة حاليا 023. تمام. ايش بتلاحظ في المكتبة هذه؟ بحكي لك classification, regression, clustering، والمصطلحات هذه اوريدي خلاص انت بالنسبه لك تاسست فيها، صرت عارف ايش بتسوي هاي الشغلات. وهنا بدي لك الجوريثم اس في ام سبورت فيكتور ماشين نيرست نيبرز راندوم فورست. اوريدي خلاص المصطلحات هذه انت تاقلمت عليها اي هوب. تمام. والريجريشن كذلك نفس الشيء. كيف؟ اوعى تخيب لي املي. والكلاسترنج عندك الكي مين حكينا عنه. تمام. فبتلاقي هنا وهنا دايمنشناليتي ريدكشن ريدكشن موديل سيليكشن بري بروسيسنج، كله بالاكزامبلز، كله انت عندك هنا وصفات. موضوع الوصفات شغله كثير مهمه بالنسبه لنا في الداتا ساينس.
لانه انت تبني موديل، انه انت تكتب كود من سكراتش، كل الشغلات هذه بيتطلب منك وقت كبير. انت لازم تكون بروتكتيف اكتر. فايش بتروح بتسوي؟ بتختار وصفه مناسبه وبتعدل عليها، بتضيف شويه ملح، بتضيف شويه بهارات، بتزود بيض شويه، تمام، عشان تطلع الطبخه معاك ممتازه. انه انت بتبني ماشين ليرنينج موديل بيرفكت. اوكي، طيب الان بدي اورجي لك انه هاي الباكيج او هذه المكتبه على الجيت هاب كم كوميت فيها؟ 25,000. It is very active. واخر كوميت كان متى؟ قبل 5 ساعات. تمام؟ كم كونتريبيوتر؟ 1714 كونتريبيوتر حول العالم ساهموا في بناء هذه المكتبة. It is open source. واحدة من المكتبات اللي بتتطور بشكل سريع، واللي راح نعتمد عليها في الكلاسيكال ماشين ليرنينج. في الديب ليرنينج هنستخدم تنسر فلو، لكن في الكلاسيكال ماشين ليرنينج هنستخدم السايكت ليرن. تمام؟ كم ريليس؟ 111 ريليس. تمام؟ الدوكيومنتيشن تبعها ممتاز، من اكثر المكتبات اللي الدوكيومنتيشن تبعها والوصفات تبعتها ممتازه. تمام؟ فاحنا هنستخدم هاي المكتبه. تعريف الماشين ليرنينج موديل 4 خطوات. اول خطوه ديفاين، اللي هو الاكس والواي بالاضافه للموديل اللي انت بدك تستخدمه، او ايش الالجوريثم اللي انت بدك تستخدمه. احنا هنستخدم هنا ديسيجن تري. بدك تستخدم ديسيجن تري ولا سبورت فيكتور ماشين ولا ايش بالضبط؟ احنا بدنا نجرب اول موديل بالنسبه لنا راح يكون ديسيجن تري. المرحله الثانيه الفت، اللي هي عباره عن تريننج. المرحله الثالثه اللي هي بريدكت، انه انت تعمل بريدكت للتارجت تبعك اللي هو الواي. والمرحله الرابعه ايفالويت، انه انت تروح تحسب قديش الموديل هذا انه اكيوريت. كمان مره، خطوات بناء الماشين ليرنينج الجوريثم 4 خطوات. اول خطوه ديفاين. ديفاين لايش؟ الواي والاكس والالجوريثم. الماشين ليرنينج عشان يكون انه مور بريسايز، الماشين ليرنينج الجوريثم. المرحله الثانيه فيت، اللي هي تريننج. بدي اقول للموديل خلي بالك انه لما يجي لك اكزامبل زي هيك هي التارجت تبعه، لما يجي لك اكزامبل زي هيك هي التارجت تبعه. صحيح. رقم 3 بريدكت. باختصار بدنا نقول له بدي تجيب لي الواي، كيف بدك تجيبها؟ استدعي لي الموديل تبعك اللي انت دربته ودي له الاكس. هاي البريدكشن. تمام؟ الخطوة الرابعة ايفالويت، اللي هو عبارة عن انه بدك تعمل كالكوليت للاكيورسي تبع الموديل اف. هاي كلهم لازم تكررهم في اي ماشين ليرنينج موديل انت بدك تبنيهم، هدول ستاندرد. تمام؟ طيب نيجي نحدد الالجوريثم. ايش الالجوريثم اللي نشتغل عليه؟ ديسيجن تري ريجريسور. ليش ريجريسور؟ تارجت تبعي نيوميريك. يبقى فروم اسكي ليرن دوت تري هتلاقي ضمن هاي الباكج في عندك ديسيجن تري كلاسيفاير وديسيجن تري ريجريسور، تنين. تمام؟ وعشان انت تتاكد من هذا الموضوع بدي اخليك برضو تتعود انه انت تستخدم الدوكيومنتيشن تبعت السايكت لير. الدوكيومنتيشن تبع السايكت لير
كيف؟ لا 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 documentation هنا بتروح بتكتب decision tree. ايش لقيت؟ decision tree classifier, decision tree regressor. افتح على الريجريسور وافتح على الكلاسيفاير بيورجي لك وصفه كيف انه انت تستخدمه. بس الفكره في الموضوع ما دام انت في عندك ريجريسور حتلاقي دائما في مقابل له كلاسيفاير، هذا بتستخدمه للكاتيجوريكال تارجت وهذا بتستخدمه للنيوميريك تارجت. يبقى هاي الريجريسور تمام؟ هاي الكونستراكتور تبعه كل البارامتر مع الديفولت فاليو وكلها مشروحه هنا. هاي البارامترز هذه لانه مستحيل انت تحفظ هاي البارامترز كلها. عشان هيك بقول لك بدك ترجع بشكل متكرر للدوكيومنتيشن. بقول لك البارامتر الاول ام اس اي، البارامتر الثاني سبليتر، البارامتر الثالث الماكس ديبث، وهنا في شرح عليه ايش هو. تمام؟ بعد وصف البارامترز حتلاقي في عندك اكزامبل هنا. تمام؟ هنا عمل لود لداتا سيت اسمها دايابيتس اللي هي لمرضى السكر اللهم عافينا. تمام؟ وبده يعمل بريدكشن لمستوى السكر في دمه. تمام؟ وهي الميثودز اللي موجوده فيها كلها، فبالتالي الدوكيومنتيشن كله كامل. هتلاقي هنا اكزامبل يوزنج ديسيجن تري ريجريسورز، عده امثله موجوده. تمام؟ الكلاسيفاير برضو نفس الفكرة. تمام؟ يبقى نرجع هنا from sklearn tree import decision tree regressor. طيب حاجات هنا مالبورن موديل بتساوي decision tree regressor، عرفنا اوبجكت من هذا الكلاس، احنا عملنا امبورت لكلاس. كيف عرفت انه هو كلاس؟ اي كي وورد اول حرف كابيتال، اول حرف كابيتال بالضبط. يبقى فروم اسكيلر تري هذا عباره عن باكج جواتها سب باكج جواتها كلاس اسمه ديسيجن تري ريجريسور. فبالتالي خلي بالك عشان تميز بين الباكج والكلاس في البايثون، الباكج دائما سمول لتر والكلاس بيكون اول حرف كابيتالايزد. تمام؟ بدنا نعرف اوبجكت منه، كيف تعرف اول اوبجكت منه؟ هي استدعيت الكونستراكتور. ايش اسم الاوبجكت هذا؟ سميناه مالبورن موديل. تمام؟ ايش اديناه باراميتر؟ اديناه كل الديفولت باراميتر ما عدا باراميتر واحد اسمه راندوم ستيت. تمام؟ حاجات الراندوم ستيت هذا انه انت عندك الالجوريثم بيستخدم بعض السيدز جوا مع الداتا سيت عشان كل مره لما تشغل تطلع لك نفس النتيجه، فبدك تثبت هذه الراندوم ستيت كمان مره. حلقيت لو انا عرفت اوبجكت من الديسيجن تري ريجريسور وشغلت ممكن تطلع معي نتيجة، شغلت كمان مرة ممكن تطلع نتيجة مختلفة، شغلت مرة ثالثة ممكن تطلع نتيجة برضو كمان مختلفة. وانتو لو كل واحد منكم عرف بصير تقول لا أنا يا أستاذ طلعت معي نتيجة مختلفة، والتاني يقول لا أنا مش هيك النتيجة طلعت معي. فعشان كلنا مع بعض عشان هذا اكسرسايز نثبت الموديل النتائج تبعته تكون نفس الشيء، ثبتنا الراندوم ستيت حطيناها، حطها أي رقم بدك إياه. احنا هنا ثبتناها حطيناها واحد. تمام؟ خلصنا الخطوة الأولى والثانية. لا خلصنا الخطوة الأولى بس اللي هو ايش عرفنا؟ الإكس والواي والألجوريثم اللي هو ديسيجن تري ريجريسور، عرفنا منه أوبجكت. والخطوة الثانية بدنا نعمل تريننج. كيف نعمل تريننج؟ بس بستدعي الفانكشن هاي فيت إكس وواي، بديله تو باراميتر. وهذه برضه حتمر عليك بشكل متكرر فت للاكس وللواي. تمام؟
طبعا هنا بيروح بيطلع لك هاي النتيجة كاوتبوت على الشاشة اللي هي انه decision tree regressor والباراميترز وايش الفاليو تبعتها. تمام. الخطوة اللي بعد هيك predictions. تمام. يبقى هنا making predictions for the following five houses. عمل prediction للكل؟ لا، بده يجرب بس خمسة اللي هم الهيد بالضبط. يبقى هنا كيف تعمل prediction؟ زي ما انت عندك للتريننج انه اسم الموديل دوت فيت للبريدكشن، اسم الموديل دوت بريدكت، ايش بدك تديله؟ اكس، اكس دوت هيد اللي هو عباره عن الاكس. الموديل دوت فيت ايش بتديله؟ اكس وواي. البريدكت تديله اكس وايش بيرجع لك؟ تمام. مستوعبين ايش معناه هذا الكلام؟ ماشين ليرنينج. في التريننج بقول له خلي بالك هاي الاكس وهي الواي، هاي مواصفات البيت، ثلاث غرف، حمامين، مساحته هالقد، سعره هالقد، بيت ثاني خمس غرف، مساحته هالقد، سعره هالقد. هو بروح ببني موديل، تمام، على هذا الاساس. بعد ما يخلص بناء الموديل ايش بدي له؟ بدي له بيت ويفترض يدي لي السعر. تمام؟ يبقى كيف؟ صحيح صحيح. لسه لاحقا حناخد كيف انه احنا نبني يعني نفصل البيانات ونعمل بريدكشن على شغله هو ما تعلمش عليه. بالضبط. تمام. يبقى هنا اكس دوت هيت هي وكانه انت اديت له الاكس بس فيها خمس سجلات مش كل الاكس. يبقى ايش طلع لك؟ هاي البريدكشنز، هاي البيت الاول، هاي مواصفاته، قديش سعره طلع؟ 100,000,035. والبيت الثاني في غرفتين، في حمامين، والمساحه تبعته 134، وموجود في المكان هذا. تمام. وسعره 1,465,000. هي الخطوة اللي بعد هيك بدنا نحن بدنا نحسب الاكيورسي، لأنه هي اجى اتس يور تيرن. يبقى عمل لك خطوة واحد اثنين ثلاثة، لسه ضاير موضوع الايفالويشن. موضوع الايفالويشن بده هيك ترويقة، تمام، وتكون مركز معايا عشان نعمل ايفالويشن صح. بس الآن مطلوب منك إنه الخطوات لبناء الالجوريثم صارت واضحة بالنسبة لإلك، بدي إياك تطبقها في هذا الاكسرسايز. الخطوات زي ما حكيت لك هي define، حيطلب منك، حيقول لك انه هاي الفيتشرز اللي بدي اياها، بتعرف الاكس، بتعرف الواي، بتعرف الالجوريثم، بيقول لك هو استخدم decision tree regressor. تمام. تعمل fit، تعمل predict. خلينا نطبقها عشان ننتقل للاكسرسايز اللي بعد. صحيح، لانه الماشين ليرنينج بروسيس ات از اتيريتيف بروسيس. لسه بعد ما ناخذ شويه حورجيك البيج بيكتشر انه ات از ان اتيريتيف بروسيس، بضلني اعمل واعمل تونينج، اعمل اكرر. الانتروبي هو انترنالي بحسبها في الديسيجن تري لحاله، يعني في الالجوريثم بالضبط، مش مطلوب مني انه انا احسبها.